السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل نوع من الفطاير بس مقلية في الزيت مش مخبوزة في الفرن. طريقة سهلة وبسيطة، مكوناتها بسيطة جدا، مش محتاجة حاجة تشتريها من بره. المكونات بتاعتها عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، 1 كوباية من الحليب، وربع كوباية من الزيت، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وللحشو أنا مجهزة قالب من الجبنة القريش، ومعلقة من النعناع البري المفروم هحطها على الجبنة. طبعا انت ممكن تستخدمي بدل الجبنة البيضة القريش دي أي نوع تاني من الجبنة انت بتفضليه أو ولادك بيحبوا. دلوقتي هبتدي احط 3 كوبايات دقيق بتوعي في البولة اللي هعجن فيها، بعد كده هحط معلقة صغيرة من الملح، واحط ربع كوباية الزيت، كوباية من اللبن الدافي. ومعلقة البيكنج باودر الصغيرة اللي قلنا عليها. هي دي كل المكونات بتاعتي، مفيش أبسط من كده طبعا، مكونات موجودة في كل مطبخ، مش محتاجة أجهزها ولا أجيب حاجة. هبتدي بعد كده أعجن المكونات دي بتاعتي مع بعض. طبعا مجهزة جنبي في 1/2 كوباية من المية الدافية، هزود على قد ما العجينة هتحتاج معايا من المية. طبعا العجينة دي كل ما بتديها خدمة يعني وقت في العجن بتطلع معاكي عجينة ناعمة وطرية. انا احتاجت ازود شوية مية عشان العجينة لسه ناشفة محتاجة مية، فبزودها شوية صغيرين شوية صغيرين. لو ما احتاجتش معاكي الدقيق كده تمام، خلاص مش هزود مية، على حسب احتياج الدقيق معاكي وانت شغالة هتحسي بيه. اول ما الدقيق يلم على بقية المكونات وتلاقي البولة بتاعتك نظيفة والدقيق ما بيقطعش، يعني ما فيش قطعة من العجين كده على البولة بتاعتك أو على ايديكي، العجينة لمت كلها على بعضها بقت حتة واحدة كده، خلاص أنا مش محتاجة أحط مية تاني ولا أي سوائل، والعجينة كده بتاعتي بقت جاهزة، مش محتاجة غير شوية عجن وتبقى تمام. هاخد دلوقتي العجينة على الرخامة بتاعتي، هفردها شوية. زي ما قلنا لما بخدم العجينة بتديني ملمس حلو ناعم وطري، وبتكون اسهل في الفرد بعد كده. العجينه اول ما تلاقيها لمت على بعضها وبقت عجينه متماسكه ما فيهاش فراغات كده، تبقى العجينه بتاعتي جاهزه تمام ومش محتاجه اعمل فيها حاجه تاني. زي ما قلت لكم قبل كده، العجينه على قد ما هي سهلة بس في ناس بتقلق منها بتقول انها متنجحش معاها. جربي مرة في مرة هتاخدي السنس بتاعها وهتلاقيها زبطت معاكي. يعني العجينة لو لقيتيها طرية وسايلة معاكي هزودها شوية دقيق، مفيش مشكلة. لقيتي العجينة ناشفة ومش عارفة تعجنيها هزودها شوية مية، بس شوية صغيرين قوي، وازود واحدة واحدة لغاية لما احس ان خلاص قوام العجينة كده اتماسك معايا ومش محتاج ان انا ازوده حاجة تاني. هتفردي العجينة كده حوالي 10 دقايق عشان تاخد القوام اللي احنا عايزينه. كده العجينة بتاعتي بقت عجينة ناعمة متماسكة تمام، هبتدي لمها على بعضها واقفلها كده. انا بقفل العجينة علشان لما تخمر وتعلى الهواء اللي فيها ما يخرجش، بقفل فيها من تحت كده زي ما احنا شايفين اهي، عجينة ناعمة متماسكة كده. العجينة بتاعتي خلاص جاهزة، هبتدي بقى اجيب البولة بتاعتي احطها فيها وبغطيها بفوطة نظيفة وبسيبها ربع ساعة ترتاح، مش اكتر من كده. العجينة دي ما بتحتاجش وقت عشان تخمر، لان احنا زي ما احنا عارفين احنا ما استخدمناش فيها خميرة، احنا استخدمنا بيكنج باودر ودوت ما بيحتاجش وقت في التخمير. دلوقتي هجهز الجبنة بتاعتي اللي هحشي بيها، قطعة الجبنة القريش اللي انا مجهزاها، ابتدي اهرسها في طبق.
زي ما احنا شايفين كده، وبجيب معلقة النعناع الناشف اللي انا فرماها، وابتدي اخلطها بالجبنة بتاعتي. انا هحشي بالجبنة البيضة علشان انا بحبها، لكن لو انت عندك اي نوع تاني من الجبن حابة تستخدميه او متوفر عندك في البيت او الولاد بيفضلوه اكتر، مفيش اي مشكلة. جبنة رومي، جبنة تشيدر، جبنة موتزاريلا، نوع الجبنة اللي تحبيه تقدري تحشيها بيه. لو عندك شوية لحمة معصجة جاهزة ممكن أحشي بيها وأزود عليها، لو عندك فلفل رومي قطع صغيرة قوي، لو عندك ربطة من البقدونس هفرم الورق بتاعها صغير قوي وأقلبه عليها، برضو هتطلع طعمها حلو قوي وهتعجبكم. ما عندكيش جبن، ما عندكيش لحمة معصجة، ممكن تحشيها ببطاطسية مسلوقة وهرسها وحط عليها ملح وكمون. دلوقتي بعد ما عدت ربع ساعة العجينة بتاعتي بقت جاهزة ان انا اخدها وافردها، يا دوبك ترتاح بس انا مش عايزاها تعلى. احط على السطح بتاعي اللي هفرد عليه شوية من الدقيق علشان العجينة وانا بفردها بالنشابة ما تلزقش مني، وهبتدي افردها بالنشابة، هعملها دايرة واحاول افرد فيها على قد ما اقدر. كل ما السمك بتاع العجينه بيبقى قليل هي بالنسبه لي كده بتبقى افضل، انا مش محتاجه فيها سمك خالص، محتاجه تكون رقيقه على قد ما اقدر، ده هيخليها سهله معايا في السوا، مش هتاخد وقت في السوا وهتبقى طعمها حلو. اهي هبتدي افرد في العجينه بتاعتي زي ما قلنا على شكل دايره، افرد بنشبه واحده واحده زي ما احنا شايفين كده قد ايه العجينة بتاعتي طرية وناعمة، بتتفرد بسهولة ما بتلمش معايا اهي خالص، ده معناه ان هي ارتاحت كويس. زي ما قلتلكوا قبل كده لو انا بفرد لقيت ان العجينة زي اللبانة كده بتمط وبترجع تلم معايا، تبقى محتاجة ترتاح شوية كمان، اروح واخداها تاني مرجعها في البولة بتاعتي ومغطيها خليها في مكان دافي واسيب 10 دقايق لربع ساعة كمان وارجع افردها، الاقيها كده خمرت وارتاحت وبتتفرد معايا بكل سهولة. هفضل افرد بالنشابة لغاية لما افردها على قد ما اقدر واقلل سمكها خالص. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي هستنى اشتراككم في القناة وتفعيل صوت الجرس عشان تتابعوني في الوصفات الجاية بتاعتي ان شاء الله. هستمر فرد العجينة بالنشابة لغاية لما اتأكد ان انا فردتها كويس قوي وان سمكها بقى رقيق زي ما انا عايزة بالظبط. اهي سمكها بسيط خالص مش محتاجة فيها اي ارتفاع. دلوقتي هجيب القطاعة دي وهقطع العجينة لدوائر متساوية. لو ما عندكيش القطاعة دي ممكن تستخدمي كوباية، مفيش اي مشكلة. انا بقطعها كده علشان اضمن ان الدوائر بتاعتي دي هتبقى متساوية، بالتالي القطع بتاعتي اللي هعملها هتبقى متساوية وشكلها متناسق، تبقى احلى في التقديم. طبعا اقرب الدوائر من بعضها عشان ما تهدرش في العجينة. بعد كده بلم العجينة الزيادة وباخد الدوائر بتاعتي. طبعا العجينة اللي لميتها دي انا مش ههدرها ومش هرميها، انا هلمها على بعضها تاني وهرجع افردها واقطعها واطلع منها دوائر تاني هحشيها. شايفين العجينة بتاعتي ازاي ما بتلزقش، ده معناه انها ارتاحت كويس زي ما قلنا. هبتدي دلوقتي احشي معاكم الدوائر دي بالجبنة اللي انا مجهزاها للحشو، وبعد كده بلمها على بعضها واقفلها زي ما انتم شايفين كده بالظبط زي ما بقفل القطايف، وبفردها وانا بلمها كده. زي ما قلنا انا مش عايزاها تخينة خالص العجينة بتاعتي، كل ما بتكون سمكها قليل بتكون عجينة بالنسبة لي كده ناجحة، بتستوي كويس وأسرع وبتكون هشة ومقرمشة وحلوة. وهبتدي أحشي القطع بتاعتي واحدة واحدة لغاية لما تخلص.
لو حابة كمان تشكلي في الحشوة بتاعتك ممكن تعملي جزء نوع جبنة وجزء نوع جبنة تاني زي ما انتي حابة. هي بلمها على بعضها وبقفلها، العجينة بتلم على بعضها وبتقفل كويس قوي ما بتفكش تاني. طبعا انا بلمها على بعض كويس جدا عشان لما بحطها في الزيت وانا بقليها بعد كده الحشوة بتاعتها ما تقعش منها. لو انت بتقفلي العجينه على بعضها حسيتي انها بتلزقش في بعض كويس، انا ممكن اجيب شويه ميه في بوله صغيره اخليها جنبي، وكل دايره قبل ما اقفلها بتبلي طرف صباعك وبتبلي الحرف بتاع العجينه خفيف، اول ما تلميها على بعضها تلاقيها لزقت وقفلت كويس قوي. العجينه عشان تلزق على بعض مش محتاجه اكتر من نقطه ميه صغيره وهتلاقيها لمت على بعضها كويس. اهي بلمها على بعضها وبفردها، وباخد الدوائر بتاعتي واحده واحده وابتدي احشيها بنفس الطريقه. شايفين قد ايه سهله في تجهيزها، سهله في مكوناتها، حاجتها موجوده عندك في المطبخ ممكن تقومي تعمليها في اي وقت. ما عندكيش عشا وحابة تعملي حاجة خفيفة تبقى حاجة سخنة ولطيفة ممكن تعمليها، جالك ضيوف فجأة وحابة تقدمي حاجة خفيفة كده سناكس جنب الشاي ممكن تعمليها وتقدميها، مش هتاخد منك وقت وسهلة تجهزها وهتبقى حاجة لطيفة ولا محتاجة فرن ولا حاجة. شايفه قد ايه العجينه سهله معانا في الاستخدام، بفردها بلمها على بعض وبقفلها، العجينه طريه ولينه مش متعبه خالص خالص. كمان انت ممكن تعمليها في يوم كده على سبيل التغيير وتديها للولاد في لانش بوكس بدل السندوتشات، هتعمليها الصبح كده عبال ما تصحيهم ويقوموا يغسلوا وشهم ويلبسوا هدومهم هتكوني خلصتيها ان شاء الله وتحطيها لهم في لانش بوكس وهم رايحين المدرسه. افكار كتير كمان ان شاء الله لسه نعملها لسندوتشات المدارس وحاجات نحطها للولاد وهم رايحين في لانش بوكس بتاعهم، هنعملها ان شاء الله في حلقه منفصله قريب.
ودلوقتي بعد ما كملت حشو الكمية بتاعتي كلها، ابتدي احط طاسة فيها زيت على البوتاجاز واسخنها كويس، وانزل فيها بعد كده بالقطعة بتاعتي دي. ما بتاخدش وقت، القطعة بتاخد في الزيت وقت قليل، يدوبك بتحمر من ناحية، بقلبها الناحية التانية وبكده بتبقى جاهزة خلاص. وابتدي انزل بالقطعة بتاعتي واربعها لغاية لما اخلص الكمية بتاعتي كلها. ودلوقتي الطبق بتاعي جاهز، حمرت الفطاير بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين، طالعه شكلها ازاي مستوي ولونها ذهبي وجميل وهشه منفوشه، باين طبعا من شكلها انها مستويه وهشه قد ايه. اكله حلوه وسريعه وخفيفه، مكوناتها بسيطه، بصوا قد ايه هشه وطريه. افتح لكم واحده اوريكم شكلها من جوه، شايفين مستوية ازاي مهشة من جوه وحلوة خفيفة وسهلة. ان شاء الله هتعجبكم وتاكلوها مع حبايبكم بألف هنا وشفا. هستنى تجربوها وتقولي رأيكم فيها ايه، هستنى تعليقاتكم، وألف هنا وشفا ليكم.